وللحديث عن واقع النازحين في العراق وتداعيات القرارات والممارسات الحكومية والميليشياوية ضدهم، معنا عبر الهاتف من فيينا من المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا ضياء الشمري. أهلا بك معنا أستاذ ضياء. أهلا ومرحبا بكم وتحياتي. أهلا بك أستاذ ضياء. 8 سنوات مرت ونازحو الفرحاتية في محافظة صلاح الدين وغيرهم من نازحي باقي المحافظات لم يعودوا إلى مناطقهم. بداية، كيف تقيم الممارسات ضد النازحين في العراق؟ هذه العملية اللي قاعد تقوم بها الحكومة العراقية، هي طبعا لا توجد حكومة عراقية بهذا المعنى، حتى ممكن نسميها الميليشيات هي التي تدير أمور اللاجئين أو أمور النازحين والمهجرين في المحافظات الغربية حسب ما هم يقولون. حقيقة هذا برنامج صار له 8 سنوات وتعاني من عند الشعب العراقي الموجودين هناك، الناس العايشين في هذه المناطق، نزحوا من عندها قسم، نزحوا من عندها نزوح ليس بالطوعي، وإنما كل النازحين والمهجرين هم لأسباب عدة نزحوا من هذه المناطق. بس 8 سنوات ولم تتمكن هذه الحكومة بمليارات من الدولارات الذي دخل العراق من النفط، 8 سنوات ولا عندهم استعداد أن يعمروا أشياء بسيطة حتى يعودون النازحين والمهجرين إلى مناطقهم حتى بناء البنية التحتية. إذن هنالك عملية أنا أتوقع، وإحنا كل إحنا المنظمات الإنسانية تتوقع من خلال هذه العملية، هو تهجير الناس النازحين من هذه المناطق واستملاكها بأشياء أخرى بناس آخرين، يعني تبديل ديموغرافي متعمد متقصد من قبل الحكومة ومن قبل الحكومة العراقية، وهي تدير العملية الحقيقة بإيران، يعني المستفيد الأول والأخير هو الإيران، والإيرانيين قاعد يعملوا في البلاد مثل ما يردون. يعني حقيقة أن العراق محتل من قبل إيران احتلال مباشر. الموجودين الذين يحكمون العراق كانوا بالثمانينات يقاتلون ضد الجيش العراقي مع الفرس، إذن هم ليست بعراقيين، يعني من إجوا واستولوا على العراق وجابتهم الولايات المتحدة الأمريكية ونصبتهم على أرقاب العراقيين، هم ليست بعراقيين بهذا المعنى. نعم أسماءهم توحي إلى ذلك، ولكن ولائهم لم يكون عندهم ولاء إلى العراق إطلاقا. لهذا السبب أنه 8 سنوات تمر على النازحين والمهجرين ولا يمكن إعادة البناء البنية التحتية لحتى ينزحون إلى مكانتهم. إحنا قاعد نسمع المواطنين يقول له لو حتى كربلاء، لو حتى خيمة، أي شيء، بس إحنا نريد ننزل، يعني نريد في مكان آمن ومكان يعني في 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 ماء وكهرباء. أكثر من هذا ما قاعد يطلبون، يعني هي المسائل البنية التحتية ليست ماء وكهرباء، وإن المدارس والصحة والطب والشوارع هذه هي البنية التحتية. بس الناس اللي قاعد يطلبون الموجودين في البحيرات أبسط المطالب قاعد يطلبوها، والحكومة العراقية عندها استعداد تنفق مليارات من الدولارات في مناسبات ليس لها العراق بها أي صلة، تنفق هذه الملايين من الدولارات ولا عندها استعداد أن تبني مجمعات سكنية لهؤلاء النازحين أو إعادة بنائهم أو أعطائهم مبالغ من المال البسيط حتى يعودون بنائهم. سيد ضياء، يعني تقارير صحفية وحقوقية تؤكد تحول المخيمات في العراق إلى سجون، هل ترى أن هذه التقارير واقعية أم مبالغ فيها؟ حقيقة التقارير واقعية، وإحنا عندنا تقارير أيضا من هذه المنظمات. أخي أنا أحكيك إياها بصراحة، هذه التقارير من منظمات معترف بها دوليا. الصليب الأحمر ليست منظمة تابعة إلى دولة، يعني لازم إحنا نعرف هذني مكونات تابعات إلى مؤسسات منظمات مجتمع مدني. هذا المنظمات المجتمع المدني لا تتبع لا إلى شخص ولا دولة، وإنما التمويل مالهم ذاتي، وهذه التمويل أما من دعم من كنيسة أو دعم من مؤسسات أخرى. هذه التقارير التي تصدر من هؤلاء الناس
هم صادقين، ولربما بعض الأحيان لا يمكن أن يبالغون بهذا الموضوع، لا يوجد مبالغة وإنما يوجد نسبة أقل مما هو عليه. الحالات الموجودة في الموصل والمخيمات الموجودة في المناطق الشمالية وسرقة المواد الغذائية، هذا تقرير أنا طلعت عليه، كيف تسرق المواد الغذائية من النازحين حينما تأتي ولا تصل إلى أبواب النازحين. حتى الأشياء الطبية أخي ما قاعد توصل للنازحين بالصيغة المطلوبة، والحكومة العراقية تتهم بهؤلاء المؤسسات أنه يعني قاعد يبالغون بالحالة أو هذا الموضوع غير حقيقي. لا، هذا الموضوع حقيقي، والحقيقة هي التقارير صادقة والتقارير أممية عالمية، يعني مش تقارير من بلد من العراق أو كذا. هذه التقارير ألا يفترض أن تضع الأمم المتحدة أمام مسؤولياتها بالوقوف في وجه هذه الممارسات ضد النازحين والمهجرين أم ماذا؟ هنا الموضوع راح يتدخل بأشياء سياسية أخرى. المنظمات، احنا قلنا المنظمات الإنسانية الموجودة هي منظمات غير مدنية. سياسية وغير تابعة إلى حكومات، والموضوع عن عدم الأمم المتحدة تابعة الولايات المتحدة الأمريكية، يعني الولايات المتحدة الأمريكية تسويتها مثل التكان إلها، يعني حقيقة تريد تصدر قرارات ضد هذا البلد وذلك البلد وضد أي مجموعة أخرى بشرية ممكن تصدرها والأمم المتحدة توافق عليها. واللي قاعد يحدث بالعراق هو قضية متفق عليها، يعني الملف أخي الملف الأمني ناقشوا به الأمريكان في شمال العراق مع الإيرانيين وليس مع العراقيين حينما خرجوا من العراق ب 2011 حينما بدأت مبادرة الخروج من العراق. يعني حقيقة الوضعية السياسية ليست بحكم العراقيين، العراقيين هنا الموجودين اللي هم قاعد يتوقعون نفسهم أنه يحكمون البلد، والله ما يوجد عراقي يحكم البلد. صدقوني يا أخوان، الحكومة العراقية من قبل إيران محتلة 100%، إيران مستلمة الأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلد، والولايات المتحدة مستلمة الأشياء الاقتصادية الكبرى من ضمن النفط والفوسفات ولا آخره والجيش. يعني القوة العسكرية موجودة لحد الآن بيد الولايات المتحدة الأمريكية، الهيمنة السياسية والاجتماعية إيرانية والهيمنة العسكرية هي أمريكية. نعم. أيضا بالنسبة لمدى قانونية قطع المساعدات أو التضييق على المنظمات الإغاثية العاملة في العراق، يعني ما مدى قانونية هذا التضييق؟ التضييق هي لعدم مصداقية الحكومة العراقية. الناس المشرفين على هذه المجاميع لو كانوا عراقيين فعلا شرفاء قائمين بهذا العمل ممكن توصلهم المساعدات الإنسانية الموجودة في عدة بلدان مثل ما قاعد يحدث في البلدان المنكوبة، لكن في العراق تعذرني شوية. تفضل. لكن في العراق الأمور الموجودة هي ناس مستلين يعني استيلاء على المواد الغذائية والأدوية هي من قبل الحكومة. المؤسسات التبرعات اللي توصل الحكومة العراقية، والحكومة العراقية المفروض توصلها إلى النازحين والمهجرين، ولكن هذه العملية هنا يحدث الإرباك، لأن الحكومة العراقية تستلم هذه المعونات وتخرج هذه المعونات إلى جهات أخرى وتباع لربما في الأسواق العراقية أو في الأسواق الإيرانية، ولا نعلم مصيرها أبدا. سيد ضياء، ما هو الحل الناجع لهذه أو ما هو المخرج من هذه المتاهة برأيك؟ المخرج من هذه المتاهة، يعني إحنا يعني نؤمن بالعملية السياسية ونؤمن بالعملية الديمقراطية والانتخابات والتبادل السلطة، لكن في العراق لا توجد هذه الإمكانية بتبادل السلطة، ولكن هنالك مجاميع مسلحة يحكمون البلد، يعني أحزاب مسلحة
وهي تدير البلد. إذا فاز الحزب يقول لا هذا ما فاز احمل فزة. ولهذه العملية لا يمكن أن تكون ديمقراطية في العراق بهذه الصيغة السياسية الموجودة في العراق، لأن لا توجد صيغة سياسية. عصابة موجودة استولت على البلد، الولايات المتحدة أطتهم الأوامر بتنفيذ المشروع الصهيوني الأمريكي الإيراني حقيقة. لو تجي تلاحظها من جميع الجهات تشوف العراق مباح 100% لهذه المجاميع البشرية المسلحة اللي هم ضد الشعب العراقي. نعم، إذن كنت ضيفنا عبر الهاتف من فيينا، أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا ضياء الشمري، شكرا جزيلا لك.